الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على خير البشر، أفضل من على الكون طل وظهر، صلاة كلما اتصل العين بنظر وسمعت الأذن بخبر. الدكتور أحمد سالم باصريح، وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية. الأستاذ فهمي بضاوي، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب. الحفل الكريم، الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، الضيوف الأكارم الذين وإن ضاق الوقت لذكر أسمائهم وألقابهم لكن القلوب لا تضيق بفرحة لقياهم، نرحب بكم بأجمل وأعدب ورق التحايا والمنام هنا في عروس البحر العربي، مدينة المكلا، حاضنة هذا الحفل، حفل الذي يأتي برعاية كريمة من سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية. وهو حفل خاص وتكريمي وخطابي بمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، بمناسبة اختتام فعاليات وبرامج المؤسسة للعام 2020 الذي أوشك على نهايته، واستهلالا لبداية العام الجديد 2021، والذي تدشن فيه مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل العديد من البرامج والمناشط والفعاليات، وبداية لهوية جديدة خاصة بالمؤسسة. في مناسبة كهذه، خير بداية في بداية البداية، آي من الذكر الحكيم، يقرأ عليكم عمر الصافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، مهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الجمع المبارك، الحاضرون جميعا، مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، هذا الصرح المعطاء وذلك الحيز المكاني الشامخ لا يخدم حضرموت فحسب، ولا يخدم أيضا محور حضرموت المتمثل في حضرموت شبوة المهرس وقطرة، بل يمتد جغرافيا ليشمل كل بقاع الوطن العامر من المهرة شرقا وحتى صعدة شمالا. له منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان. نتوقف الآن للحظات لنستمع وإياكم إلى النشيد الخاص بمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. هدف قصدنا وابتدرنا نحوه كي نحيي الأمل الذي قد بوئنا، المؤسسة التي قد أسست تكافح السرطان من حين ابتدى. في حضرموت قد بدأنا ثم في محورنا لكي نلبي النداء، سرنا على درب لكشف أمره، فذاك داء لمن قد فوتي
ملكت أجسادهم ولأجلهم مدت أيادنا فدا هنا لرفع الوعي في من حولنا من أهلنا كي يسلموا من شرنا ويكشف الوجه القبيح باكرا كي يصبح العيش لهم كسعداء بالبحث والتثقيف والدعم الأمين من فضل من أيادهم لنا ندى شكرا لهم فإنهم خير وخير الناس من للناس نفع موجدا قسما بأن ما حين دائما نبقى على الدرب الذي قد وصلا الصدق والإخلاص والإحسان في أفعالنا نرجو الإله مددا وأن نكون في طلائع الورى وفي البلاد خادمون سعدا وهمنا ألا نرى في أرضنا من ينخر الله به أو كبدا. الحاضرون جميعا، 2020 عام مليء بالإنجازات والعديد من البرامج والمشاريع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد اجتياح فيروس كورونا للعالم أجمع. 2021 بداية جديدة وهوية جديدة ومناشط أخرى جديدة لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، سنستمع وإياكم إليها عبر كلمة المؤسسة التي يلقيها على حضراتكم الدكتور وليد عبد الله البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ الدكتور أحمد سالم باصريح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الإدارية والمالية، الأخ العزيز فهمي بضاوي وكيل محافظة المساعد لشؤون الشباب، العميد الركن عويضان سالم عويضان قائد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، الإخوة الحاضرين جميعاً كلاً باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم بانتهاء برامج وفعاليات وخطط المؤسسة لعام 2020، تلك الفعاليات التي كانت في مجملها تخدم مريض السرطان بشكل أساسي وتوعية المجتمع من مسببات هذا المرض الخبيث. عام كامل واجهتنا فيه تحديات جمة، وبفضل ومنه من الله سبحانه وتعالى استطعنا التغلب عليها بتكاتف وجهود الإدارة التنفيذية في المكتب الرئيسي والفروع والمكاتب، ومتابعة كاملة من مجلس المؤسسين والأملاء، ودعم سخي من شركائنا، شركاء النجاح والتميز والنماء، شركاء المؤسسة الداعمين ورجال المال والأعمال، وكل فرد في المجتمع ساهم بعشرة ريال أو أكثر في إحدى حصالات المؤسسة المنتشرة في كثير من الأماكن، ورب درهم سبق ألف دينار، فلكل هؤلاء الشكر والعرفان، ونبارك الله في أموالهم ويطيل أعمارهم ويحفظ أولادهم. الحفل الكريم، لعل ما يميز مؤسستنا خصلتين، أولهما التخصص في مجال السرطان والتوعية منه، والثانية هو دعم ومساندة السلطة المحلية في المحافظة من خلال الدعم المباشر للأخ المحافظ اللواء ركن فرج سالمين البحسني، والتوجيهات السديدة والحضور في فعاليات المختلفة، وأخيرا الموافقة على أن يرأس اللجنة العليا للوقف الرسمي للوقف الخيري ذاك المشروع الاستراتيجي للمؤسسة الذي سيخفف علينا الكثير من المصاعب المالية، إضافة إلى تبني المؤسسة
عدد من المشاريع الاستثمارية التي سوف تعود بالنفع إلى مريض السرطان أولاً ثم إلى المجتمع ثانياً عن طريق التوعية. نخطي بخطى ثابتة وأقدام راسخة لتدخل المؤسسة بعد أيام، وخاصة في 6 يناير 2021 السنة الأولى في العقد الثاني بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والقصص الناجحة في عقدها الأول، ولعل أكبر إنجاز حققته وتفتخر به المؤسسة هو تأسيس 3 من مراكز أورام معترف بها من وزارة الصحة العامة والسكان في حضرموت ساحلاً ووادياً وعتق بمحافظة شبوة، بعد أن كانت مراكز إعطاء كيماوي فقط. وبالأمس افتتحنا مع شريك المؤسسة مؤسسة وادي دوعن مركز الإعطاء الكيماوي الرابع في مستشفى الجحي بدوعن، وسيتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى مستقبلاً إلى مركز من مراكز الأورام وهو المركز الرابع. ولكن هذه المراكز برغم أن تقدم خدمة، برغم من تقديمها خدمة طيبة طبية وعلاجية وتوعوية للمريض وذويه، لكننا لا نستغنى أبداً عن الحل المستدام للمريض السرطان وهو مركز الأمير سلطان للسرطان الذي وعد به الأمير الراحل قبل 15 سنة، ولا زلنا في انتظاره. الحفل الكريم، لو تكلمنا بلغة الأرقام فأن المؤسسة عن طريق المركز الوطني لعلاج الأورام بالمكلا استقبل هذا العام 2020 852 مريض سرطان جديد، إضافة إلى 9652 مريض مراجع، بحوالي 5222 جرعة كيماوية. هذه الجرعات تحملت معظمها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان عن طريق أهل الخير، عن طريق الأيادي البيضاء. المؤسسة أنفقت هذا العام 2,251,000 ريال سعودي، معظمها لمريض السرطان في علاجه، في عملياته، في كل ما يحتاجه المريض، ثم مبلغ آخر خاص بالحملات التوعوية. في ختام كلمتي هذه أبلغكم تحيات وشكر رئيس مجلس المؤسسين الشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان على حضوركم ودعمكم للمؤسسة، ونشكر لكم حضوركم، وأهدي تحياتي ومودتي لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، وكذلك للجنود المجهولين لكن عند ربنا غير مجهولين بالتأكيد، وهم موظفي ومنتسبي ومتطوعي المؤسسة ومدراء الفروع والمكاتب، الذي نفسي أن أذكر أسماءهم واحداً واحداً لكن الوقت لا يتسع، لكن هم في قلوبنا ووجداننا، ولهم منا كل الحب والتقدير. كما أننا نشكر في الأخير للأيادي البيضاء التي لولاها بعد الله سبحانه وتعالى لم تتمكن المؤسسة أن تصل إلى ما وصلت إليه، وإليكم أصحاب السلطة المحلية وفي مقدمتكم اللواء الركن فرج سامين البحسني الذي دائماً ما يغمرنا بكرمه وسمو أخلاقه ومتابعته المستمرة لكل أنشطة المؤسسة. في هذه الأيام من العام الماضي فقدنا شهيداً من شهداء المؤسسة وهو أخينا الفقيد محمد المرفدي الذي توفي وهو يؤدي عمله الإنساني في مثل هذه الأيام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالرحمة والمغفرة. وسلامي لكم أيها الحاضرين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور وليد عبد الله البطاطي على هذه الكلمة الطيبة. ننتقل الآن وإياكم إلى أولى الوصلات الفنية على خشبة المسرح، أنشودة عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع فرقة النقاء الإنشادية بالمكلا.
شكرا لفرقة النقاء الإنشادية بالمكلا على هذه الوصلة التي تتحدث عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل بكم إلى جو الكناية والتكنية والاستعارة والتروية، إلى أبيات الشعر وبحوره وأوزانه مع الطبيب الشاعر الدكتور أشرف باصريلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، طبعا في البداية أرحب وأثني بالترحيب كلا باسمه وصفته، وأرحب بكم بطريقة الشعرية وأقول يا هاجي سيقي بالدفاتر والقلم، يا هاجي سيقي بالدفاتر والقلم، والما كفاك الحبر لك بكتب بدم من أجل برحب أنا بكل الحضور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور، يا مؤسستنا الرايدة بك بافخر، والله نفخر بك في بحر وبر، وباظل نفخر بك على مر الدهور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور، يا مرحبا آلاف، يا مرحبا آلاف من عندي حضر، يا مرحبا تعدار زخات المطر، رشوا مع الكادي وأنواع العطور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور، بقيارة السلطة شرفنا كمان، وكل من شرف ويانا للمكان، بفرش لكم الورد أيضا بالزهور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور، وكل من جانا وشرف حفلنا ومجلس الأمنة دايم جنبنا، بحضوركم الحفل نوره زاد نور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. وأما البطاطي، وأما البطاطي القايد الربان قال السفينة بحلك الأزمان، لا يا وليد الخير يا صقر الصقور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. والناس ذي، والناس ذي من خلف الشاشات، الشيخ أبو فيصل وله وقفات، في العلم والتعليم ذي يبني قصور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. معروف أبو فيصل ومدحي ما يضر، لكن نقول الحق منه ما عذر، والأجر عند الله في يوم النشور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. وشهادة الجودة، وشهادة الجودة جبناها بنجاح، نتيجة الإصرار مع جهد وكفاح، لأجل التميز ينكتب بين السطور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. قد حارب السرطان في ليل وصباح، والطفل ذا يضحك من بعد الصياح، وفي الشايب المسكين قربان السرور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. واكبر دليل، واكبر دليل الامس في دوعا حصل، وحدة علاج الامس سموها امل، برفع انا راسي وبك ببقى فخور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. والشكر باخصه، والشكر باخصه لكل داعم سخي، وبكم بعد الله كم واحد شفي، والأجر عند الله الرب الغفور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. الخير اللي تقدمه يبقى للأبد، الخير اللي تقدمه يبقى للأبد، يبقى شفيعك يوم ما ينفعك حد، يبقى ليوم الحشر ويضل القبور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. والختم، والختم باصلي على طه حمد، صلوا على المختار ذي بعثه الأحد، عد الليالي ذي وأيام الشهور، يا مؤسستنا الرايدة كل العصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للطبيب الشاعر أشرف باصليلي على هذه الكلمات والمشاعر الطيبة. الآن ننتقل وإياكم إلى أوبريت بعنوان رسالة أمل من كلمات الشاعر أحمد باصرة، ألحان وغناء محمد صالح، في التوزيع الموسيقي للأستاذ رشاد برك سعيد، وتم التسجيل في استديوهات السعيد بالمكلا. متابعة طيبة. كانت بدايتنا، كانت بدايتنا على درب الأمل، كانت بدايتنا على درب الأمل، وتضحيات الأمس فحواها وصل، كانت بدايتنا على درب الأمل، وتضحيات الأمس فحواها وصل، بالصبر والحكمة، بالصبر والحكمة وجهود العمل، غيث همتنا بأمطار وهطل، بالصبر والحكمة وجهود العمل، غيث همتنا بأمطار وهطل، صرنا لمرضانا في الشدة دروع، صرنا لمرضانا
في الشدة دروع أمامنا السرطان أصبح في خضوع صرنا لمرضانا في الشدة دروع أمامنا السرطان أصبح في خضوع وبظلمة الآلام وبظلمة الآلام صرنا كالشموع وبابتسامة حب كفكفنا الدموع وبابتسامة حب كفكفنا الدموع كانت بدايتنا على درب الأمل وتضحية الأمس بحواصل بالصبر والحكمة وجهود العمل وغيث همتنا بأمطار وطل كانت بدايتنا على درب الأمل وتضحية الأمس بحواصل بالصبر والحكمة وجهود العمل وغيث همتنا بأمطار وهطل يا دنا يا دنا ويا دنا يا دنا ويا دنا يا دنا يا دنا ويا دنا يا دنا يا دنا ويا بعدها قمنا بترتيب الأمور وفوق جمر الحلم أشعلنا البخور بمؤسستنا الخير يبني له جسور وبفضل ربي صار له جن ونور وبعدها قمنا بترتيب الأمور وفوق جمر الحلم أشعلنا البخور بمؤسستنا الخير يبني له جسور وبفضل ربي صار له وهجة ونور يا دان 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 لمرضانا في الشدة دروع أمامنا السرطان أصبح في خضوع وبظلمة الآلام صرنا كالشموع وبابتسامة حب كفكفنا الدموع صرنا لمرضانا في الشدة دروع أمامنا السرطان أصبح في خضوع وبظلمة الآلام صرنا كالشموع وبابتسامة حبك أبكفنا الدموع يا دانا يا دانا ويا دانا يا دانا ويا دانا يا دانا ويا دانا يا دانا ويا دانا يا دانا يا دانا ويا دانا شهادة الجودة نلناها هنا وعلاج مجاني يصرف للمريض شهادة الجودة نلناها هنا وعلاج مجاني يصرف للمريض مؤسسة سرطان دائم في العلا مؤسسة سرطان دائم في العلا وحبنا في كل محل سيل في فيه اليوم
بيومنا الوردي بفرحة نحتفل، بيومنا الوردي بفرحة نحتفل، وبعافية نحبهم خير وسلام، وندعي رب الكون، ندعي رب الكون، وندعي رب الكون وبروح الأمل يشفي البقية بالمحبة والوئام، وندعي رب الكون يا الله، وندعي رب الكون وبروح الأمل يشفي البقية بالمحبة والوئام. خطواتنا صارت على سطر الدروس، وبجو اسرتنا لكل واحد نصيب، نجاحنا في درب ترقاب النفوس، ونجمنا لامع وضيانا يغيب، نجمنا لامع وضيانا يغيب. مؤسس السلطان دايم في العلا، وحبنا في كل محل سيلو يفين، وحبنا في كل محل سيلو يفين. الصحة أجمل تاج، الصحة أجمل تاج دايم يعلو على رأس كل إنسان. مجلس الأمناء مكان فوق هامات السحايب، مجلس الأمناء مكانه فوق هامات السحايب، والمؤسس ما نسيته، المؤسس ما نسيته بالعطاء يصنع عجايب. مجلس الأمناء مكانه فوق 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 هامات السحايب، والمؤسس ما نسيته بالعطاء يصنع عجائب. كل من أحسن لأهله، كل من أحسن
لأهله باي يلاقي خير وحسان. وردنا تنفح عطوره، وردنا تنفح عطوره والرياحين الجميلة، كل واحد كل واحد كل واحد شل دوره، دايما دوب فطرتنا أصيلة، حضرموت أهل فطرة أصيلة. وردنا تنفح عطوره والرياحين الجميلة، كل واحد شل دوره، دوب فطرتنا أصيلة. والأهم الأهم الأهم والأهم بالتوعية، كل ما اختفى عن ناس بيبان مؤسستنا حضرموت اللي تحارب كل سرطان. بعد أن شاهدنا وإياكم
هذا الأوبريت بعنوان رسالة أمل، والذي يحكي عن مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، وعن الخدمات الجليلة والعظيمة التي تقدمها للوطن والمواطن. الجمع المبارك، نبقى الآن مع كلمة مجلس أمناء مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، ويلقيها على حضراتكم الدكتور عبد القادر محمد بايزيد رئيس مجلس أمناء المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على نبينا المصطفى. السادة وكلاء محافظ حضرموت الدكتور أحمد سالم باصريح والأستاذ فهمي باضاوي، السيد العميد عويضان سالم عويضان أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، السادة مدراء العموم مستشاري المحافظ رؤساء الجمعيات أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، الأخوة والأخوات منتسبو مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان من موظفين ومتطوعين، الحاضرون جميعاً، السادة شركاء النجاح الداعمين الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد من الزمان انقضى منذ أن أطلت هذه المؤسسة على حضرموت وتشرفت بحمل هذا الاسم العظيم حضرموت لكي تخدم حضرموت وتمتد خدمتها إلى خارج حضرموت. اليوم مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان تقدم خدماتها لمواطنين من أكثر من 11 محافظة في الجمهورية، وكذا لمواطنين من خارج البلاد من القرن الأفريقي ومن مناطق أخرى. لم تفرق المؤسسة يوما بين مريض سرطان ومريض آخر، كل من طرق بابها وجدها تستقبله وتقدم له الخدمات اللازمة له. عقد من الزمان انقضى في صراع مع عدو خفي عرف الناس عنه شدة فتكه، لكن هذا لم يلن للمؤسسة في قناة ولم يضعف من همتها، بل حاربته بروح تزداد قوة وتزداد متانة كلما زادت السنين. عقد من الزمان مر على البلاد والعباد، والناس في حالة تدهور عامة اقتصاديا، أحوال المعيشية، الوضع العام، التقلبات، كل هذا لم يلن من قناة هذه المؤسسة، بل استطاعت في زمن النكبات هذه أن تبرز وأن تحصل على شهادة الجودة، وأن تراجع رسالتها ورؤيتها وأهدافها، وأن تجددها بما يخدم مصلحتها. قصة نجاح هذه المؤسسة في كلمة بسيطة: تركز همها على الإنسان، خدمت الإنسان كإنسان. هذه هي قصة نجاح المؤسسة، وهذا هو السبب في أنها حصلت على شهادة جودة، حصلت على مؤسسة من أفضل 5 مؤسسات في محافظة حضرموت في التميز المؤسسي وفي الجودة، حصلت على عدة شهادات درع التميز من الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، على شهادات في كثير من الجوانب لا يتسع المجال لذكرها الآن. السبب في ذلك الأمر هو أن هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لمصارعة هذا الداء تحركوا بكل ما أوتوا من قوة، لم ينتظروا وتحركوا بما وجد لديهم. قصة النجاح هذه أيضا شارك في صناعتها الداعمون، وأخص بالذكر هنا مجلس المؤسسين وعلى رأسهم سيادة الشيخ المهندس عبد الله أحمد بخشان، الذي لم يألوا جهدا إلا وقدموا لهذه المؤسسة. الداعمون لهذه المؤسسة مجلس المؤسسين من رجال أعمال لم ينسوا حضرموت أبداً، وكانت لهم بصمات في حضرموت في أمور كثيرة ومنها هذه المؤسسة. شركاءنا في النجاح أيضاً ليسوا هؤلاء فقط، وإنما كل من مد يد المساعدة لهذه المؤسسة. لن ينسى الله سبحانه وتعالى هذه اليد التي مدت بليل والتي لم يذكر أصحابها ولم يظهروا للضوء، لكنهم عند الله سبحانه وتعالى مسجلون ومحفور أسماءهم. قصة النجاح هذه في تعدد وسائل المؤسسة في تعاملها مع الإنسان، في اختراع وابتكار وسائل جديدة. نحن عندما نحارب مرض السرطان لا نحارب المرض ذاته، وإنما نحارب المرض من مؤسسه، من أساسه في مكافحته. كل مؤسسات مكافحة السرطان في الخليج وفي الجزيرة وفي الدول الأخرى
كان همها وأساسه هو التوعية فقط بمرض السرطان، إلا هذه المؤسسة التي حملت على عاتقها حمل الدولة وقامت برعاية مريض السرطان رعاية كاملة، ليس فقط توعوياً وإنما توعوياً علاجياً تشخيصياً، رعاية مادية. أيضاً صنعت هذه المؤسسة لبعض مرضى السرطان وبعض عوائلهم أبواب رزق يستطيعون يتكسبون منها، لأنه كما تعلمون عندما يسقط العائل توقع الأسرة كلها ضحية هذا البرد، هذا الداء. فهنا يأتي دور المؤسسة في عملية تدريب وإكساب بعض أفراد هذه الأسرة نوع من الحرف التي تدر عليهم دخل، ومساعدتهم في عملية تنويع هذا الدخل والوصول إلى 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 رزق معين. أيضاً حاربت المؤسسة عن طريق الاستثمار أيضاً لإيجاد إيرادات للمؤسسة عن طريق الاستثمار، حاربت السرطان من جهة أخرى. هناك بعض المواد التي لا يتم تدويرها في البيئة، صعب التخلص منها في البيئة، مثل مواد البلاستيك، هذه أيضا مواد ضارة، استطاعت المؤسسة أن تخلق لها نوع من الصناعة، وهي عملية إعادة تدوير هذا البلاستيك وجمعه من البيئة وعملية طحنه ثم إعادة تصنيعه ليصل إلى كراسي أمياز شيء من هذا القبيل، بحيث لا يتم إعادته للبيئة، وهذا يدر على المؤسسة دخل وفي نفس الوقت يحمي البيئة. جاهدت المؤسسة كثير في جوانب كثيرة لا يتسع المجال هنا لذكرها، لكن الشكر، كل الشكر والتقدير، كل الاحترام لكل من ساهم، سواء كان من متطوعين أو ناجين وناجيات من السرطان الذي كانوا هم المرتكز الأساسي وهم المستند. عندما نتحدث إلى مرضى السرطان ومعنا ناجون وناجيات، كانوا يحدثونهم بلغة هم عايشوا هذا الوضع وهم عايشوا هذا الظرف، فعندما يتحدثون يكون كلامهم صادقاً صادراً عن واقع وعن معاناة، عندها يجد القبول. مصارعو السرطان هم الجنود المجهولون الذين ربما لا تعلمون أسماءهم، هم كثير، هم منتشرون في كل أرجاء هذه المحافظة الكريمة، هم يبذلون الجهد الكبير لمصارعة هذا الداء، يتعبون يبذلون الجهد، لكن هذا الجهد إن شاء الله تعالى محسوب لهم عند الله سبحانه وتعالى. وأشدد عليهم في هذا المقام أن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى أولا في هذا العمل، ثم بعد ذلك يأتي كل شيء، ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد. كل الشكر والتقدير لهذه الوجوه الطيبة التي حضرت اليوم لتشاركنا فرحتنا بإنجاز 2020 الذي تميز في العالم كله بعدم الإنجاز إلا هنا في حضرموت، نقول أننا أنجزنا. عندما جاءت موجة كورونا التي أذلت كبرياء عظمى الدول وهزمت اقتصاديات عظمى، هنا نحن في مؤسسة السرطان انخرطنا في صف مواجهة كورونا. كل منتسبو المؤسسة تقريبا كان لهم دور، سواء كان في اللجان الاستشارية أو في العمل الميداني أو في المحاجر، كل المنتسبون كان لهم دور، لأن الكورونا هي عدو لمريض السرطان، لأن مريض السرطان هو من أكثر الناس عرضة للإصابة بمرض كورونا، فكان لابد من مضاعفة جهودنا من أجل حماية هذا المريض وعدم المساس به. وبحمد الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نفخر ونقول أنه بفضل الله سبحانه وتعالى لم يصب مريض سرطان واحد في حضرموت بكورونا خلال هذه الفترة وخلال هذه الجائحة التي كانت المكلة تتصدر قائمة المصابين بالسرطان في الجمهورية كلها، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضل الرعاية كان لنا خطة لمواجهة كورونا لمرضى السرطان. كان لنا خطة من 3 مراحل حددناها ووضعنا أسسها تصل المرحلة الأخيرة حتى إلى الوصول إلى بيوت مرضى السرطان لأداء العلاج لهم في بيوتهم من غير أن يتعرضوا لأي عدوى أو شيء من هذا القبيل. هذه قصص نجاح تسجل وتحسب لكثير من منتسبي هذه المؤسسة ولداعميهم ولشركائهم، ولكم أنتم يا من تبتهجون اليوم بهذه الإنجازات وتحضرون هذا الحفل الكريم لتقدموا لتضعوا بصمتكم على هذا النجاح الذي حققته المؤسسة. اليوم تنطلق المؤسسة بهوية جديدة، بصورة جديدة، تنطلق بطاقة جديدة، تنطلق بدماء جديدة، تنطلق تتطلع إلى نجاحات أكبر خلال 2021 بإذن الله تعالى، الذي يأمل العالم كله أن يمحو آثار 2020. نتطلع إلى نجاحات أكبر في القادم القريب العاجل إن شاء الله تعالى، وستكونون أنتم الحاضرون هنا، ومن يقف خلفنا أيضا ومن يقف خلف الستار ومن الجنود المجهولين ستكون شركاء في نجاح هذه المؤسسة التي نجحت فعلا في تقديم صورة جدا رائعة لنموذج المؤسسة اللا ربحية اللا حكومية التي تندمج مع المواطن وتشارك همه. رأيتم قبل قليل المدير التنفيذي للمؤسسة تخنقه العبرة عندما تذكر أحد موظفي المؤسسة
أنه في مثل هذا اليوم لاقى حتفه وهو متجه إلى المهرة في طريقه لأداء مهمة للمؤسسة. هذا يدلكم على عمق التراحم بين أفراد هذه المؤسسة من موظفين ومتطوعين ومجلس أمناء ومجلس مؤسسين ومشاركين من كل جانب. لا أريد أن أطيل في هذا المقام، لكن نقول إنه إن شاء الله تعالى 2021 ستشهد نجاحات أكبر. بالأمس فقط تلقينا إشادة وتقدير واحترام من الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان عندما شاركنا بطلب منهم في المؤتمر الخليجي الرابع، وقدمنا في خلال دقائق معدودة صورة سريعة عن ما قدمته المؤسسة خلال 10 أعوام، فكان الرد أن هذا يصل إلى ما قدمتموه في ظل ظروفكم التي تعيشونها والتي يعلمها العالم كله، هو يصل إلى مرحلة كلمة واحدة فقط: الإعجاز. لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا. وأرسلوا لنا رسالة مليئة بالتقدير والاحترام، قالوا أن كل من حضر هذا المؤتمر أشاد وتحدث بفخر عن هذه المؤسسة التي تحتضنون اليوم هذا الحفل الكريم، التي تحضن حفلكم الكريم هذا اليوم بحضوركم المتميز. بالأمس كنا في دوعن وافتتحنا مركز الإعطاء الكيماوي، وبعد غد إن شاء الله سنتجه إلى المهرة لوضع بصمة مؤسسة حضرموت أيضاً في محافظة المهرة، بعد أن حفرت هذه البصمة في عتق في محافظة شبوة، وأصبح لديهم الآن مركز أورام، وسنتجه بعدها إلى شبوة إن شاء الله تعالى لعملية تطوير هذا المركز. سنقف في حربنا ضد مريض السرطان في أي اتجاه، لن توقفنا حدود، لن تهزمنا أسوار، سنتقدم في مكافحة هذا المرض بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله تعالى وبفضل جهودكم أنتم الذين تدعمون وتقفون خلفنا في هذا الجانب. لدى المؤسسة طموحات، راجعت المؤسسة خلال الفترة الماضية أهدافها ورسالتها ورؤيتها، واجتهدت خلال أشهر عديدة بجهود مضنية حتى استطعنا أن نحدث من هذه الرسالة والرؤية والأهداف، ونحدث من الصورة الذهنية للمؤسسة ومن العلامة الرمز للمؤسسة. تم التغيير لكي نتواكب مع العصر، تم تحديث أمور كثيرة لكي نتواكب مع العصر، لكي نلتزم بمبادئ الجودة في العمل المؤسسي. اليوم مؤسستنا هي مؤسسة رائدة في العمل المؤسسي، نحن نتحدث عن جوانب مالية، جوانب إدارية، جوانب فنية، جوانب توعوية، جوانب تثقيفية، جوانب طبية، جوانب كثير من الجوانب. مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان رائدة، ليس كلامي أنا كرئيس مجلس أمناء وليس كلام منتسبو المؤسسة، ولكن هذا ما تلقيناه مكتوبا وتلقيناه إشادة من كل الجوانب. في هذا المقام أتقدم بالشكر الجزيل لأحد أسباب نجاح هذه المؤسسة خلال السنوات الماضية، وهم المحافظون الذين تعاقبوا على حكم محافظة حضرموت، بدءاً من كل محافظي حضرموت منذ أن أنشئت المؤسسة منذ العام 2010. الأستاذ خالد الديني، الأستاذ سالم الخنبشي، الأستاذ أحمد سعيد بن بريك، سيادة اللواء أحمد سعيد بن بريك، في مقدمتهم الأستاذ عبد القادر هلال رحمه الله. ولا ننسى الحاضر الغائب، الحاضر معنا دوما الغائب اليوم، اللواء الركن فرق سالمين البحسني، الذي كان خير معين للمؤسسة، أقولها بكل صدق، ليس تملقا ولا تزلفا، ولكنه كان يقف خلف كثير من أسباب نجاح هذه المؤسسة اليوم في ظل هذه الظروف التي نعانيها. الشكر موصول لمجلس المؤسسين ولإخواني في مجلس الأمناء الذين يبذلون جهودا كبيرة في عملية إدارة شؤون هذه المؤسسة بما أعطوا من خبرات كبيرة في هذه الجوانب. مجلس الأمناء المشكل هنا هو مجلس أمناء فني بامتياز، هو مجلس أمناء فني بامتياز يدير هذه المؤسسة عن طريق الإرشادات والتوجيهات والعمل، بحيث أنه تستقيم عمل هذه المؤسسة بشكل، ليس هناك عملية تفاخر ولا عملية يعني إعطاء لصفات ليست ذات قيمة، وإنما هم عاملون في هذا المجال. الإدارة التنفيذية تعمل بشكل جدا رائع، وهذه نقولها مرارا من قبل مجلس الأمناء، نشيد بهم أنهم يعملون ليل نهار بإخلاص ويعملون بشكل جدا رائع. وكذلك جيش المتطوعين الذين معنا، الذين لا حصر ولا عد لهم، الذين ينتشرون في أرجاء هذه المحافظة، نتقدم لهم بالشكر الجزيل. ختاما، كل الشكر والتقدير لحضوركم هذا الحفل، كل الشكر والتقدير لكل العاملين في الميدان، لكل مصارعي السرطان، لكل من ساهم ولو بكلمة طيبة، ولو بحضور حفل، ولو بمشاركة، ولو بأي جزء كان، كل من شارك نقول لهم شكرا، ونقول لهم هذه المؤسسة إن شاء الله تعالى ستشهدون منها خلال العام القادم 2021
وقد بدأنا قد وضعنا الخطط خطة استراتيجية ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة، نستطيع بعدها في خلال هذه الثلاث سنوات أن نضع أيضا خطة خمسية وخطة عشرية، لكن بما يتوافق مع الوضع القائم في البلد نفسها. نحن وضعنا خطة لثلاث سنوات قادمة تحمل في آفاقها هذه الخطة طموحات كبيرة جدا، رغم السوداد الأفق أمامنا، إلا أننا سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور عبد القادر محمد بايزيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، على هذه الكلمة. أيضا مؤسسة أو مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحاضنة الأول لجميع المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في هذا الحفل لهم كلمة يلقيها على حضراتكم الأستاذ أحمد سالم بادروس، نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الدكتور أحمد سالم بصريح، وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية، سعادة السفير سالم بلفقيه مدير مكتب وزارة الخارجية، الأستاذ فهمي وضاوي وكيل محافظة حضرموت للشباب، العميد الركن عويضان سالم عويضان أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، الدكتور محمد صالح الجمحي مدير مكتب وزارة الصحة والسكان، الدكتور وليد البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للسرطان. طبعا برعاية اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، تقوم اختتام فعاليات وبرامج وأنشطة مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل 20، تدشين برامج وهوية جديدة لعام 21. وبالأمس تم افتتاح وحدة إعطاء الكيماوي بمديرية دوعن. طبعا مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في تقييمه لمؤسسة حضرموت للسرطان، طبعا مؤسسة حضرموت للسرطان متكاملة الأركان في أداء مهامها، في رفع تقاريرها، في التقارير المالية، الحساب الختامي. طبعا مؤسسة حضرموت للسرطان شراكتها مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، نقول كما يقول المثل العربي، وافق شن طبقه فوافقه فعنقه. طبعا مؤسسة حضرموت للسرطان مؤسسة حسب ما سمعنا وحسب ما نرى ونشوف في مجتمعنا هي مؤسسة غير ربحية، وهي تعمل ضمن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وكمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأب الروحي لمنظمات المجتمع المدني، نعطي امتياز لهذه المؤسسة. في لقول تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل منكم عملا فليتقنه، فمؤسسة حضرموت للسرطان أتقنت وأبدعت في صناعة أداء عملها. نقدر ونثمن هذه الجهود، والجهود طبعاً حسب ما تعطى في الميدان، والأموال التي بذلت في الميدان لمكافحة السرطان هذه جهود لابد لها من ثمرات. الثمرات نحن نحسبها في قصص النجاح، وهي شفاء الأشخاص المصابين بالسرطان. لما تعطى مؤسسة حضرموت هذه الأهمية وهذه العناية بمرضى السرطان، لا نقيم عملها إلا بثمرة، والثمرة هي شفاء المصابين بأمراض مصابين من مرض السرطان. في الختام نتمنى لمؤسسة حضرموت للسرطان التوفيق في مهامها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ أحمد سالم بدروز، نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أيضا نذكركم أن مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل في شهر أكتوبر احتفلت مع العالم تزامناً باليوم بالشهر العالمي الشهر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي،
وأقامت العديد من الفعاليات والبرامج، نلخصها لكم في هذا العرض المرئي، فمتابعة طيبة. بزوغ شمس الأول من شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي لعام 2020، انطلقت أولى الفعاليات في المكتب الرئيسي بالتدشين الرسمي في موقع النصب التذكاري الجندي المجهول، برعاية كريمة من محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالم البحسني، حيث تم إطلاق البالونات الوردية تعبيرا عن تدشين الشهر الوردي، كما تم التدشين في 10 مديريات بساحل ووادي حضرموت وفرع المؤسسة في محافظة شبوة. وكما هو كل عام يتم اختيار شعارا للشهر الوردي من أحد معالم المحافظة، وهذه السنة تم اختيار حصن الذيبان بشبوة ليكون شعارا للشهر الوردي، فيه دلالة على توسيعة عمل المؤسسة ليشمل عددا من محافظات الجمهورية. أما في الليل فطيلة أيام الشهر الوردي تكتسي المعالم الأثرية بالإضاءة الوردية في عموم مديريات محافظة حضرموت. تتوالى فعاليات الشهر الوردي، حيث تم عمل العيادات الثابتة في المركز الرئيسي وفروع مكاتب المؤسسة ليتم معاينة فيها النساء طيلة أيام الشهر الوردي، كذلك العيادات المتنقلة في القرى والمناطق النائية، والعيادات المتنقلة أيضا في مخيمات النازحين والمهمشين في عموم مديريات محافظة حضرموت ساحلا وواديا، حيث تم معاينة وتشخيص 563 حالة. تم تنفيذ 58 محاضرة توعوية، إضافة إلى إقامة دوريات رياضية ومباراة كأس الشهر الوردي التي جمعت نادي سمعون ونادي شعب حضرموت ليفوز نادي شعب حضرموت بكأس الشهر الوردي لهذا العام. كما تخلل الشهر الوردي عددا من الأطباق الخيرية والبازارات والمحاضرات الافتراضية، والتي بلغ عددها 6 محاضرات افتراضية. كما كان لوسائل الإعلام توعية خاصة بالشهر الوردي لإيصال الرسالة لعدد أكبر من شرائح المجتمع، حيث تم التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإرسال المنشورات والملصقات التوعوية، كذلك عرض بعض الفلاشات والمنوات الفضائية، إضافة إلى عمل إذاعات متنقلة في الشوارع والأماكن المكتظة بالنساء لتعم الفائدة وإيصال الصوت لجميع فئات المجتمع. كما تم أيضا الاحتفاء بتكريم 23 امرأة ناجية من سرطان الثدي، إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى، منها توزيع أكثر من 10,000 بروشور توعوي، كذلك تلصيق لافتات وتعليق بوسترات التوعية من خلال خطب الجمعة، المجلة العلمية للتوعية عن السرطان، المسابقة التعريفية بسرطان الثدي، الأمسية التوعوية، الشاشات التوعوية في الأسواق العامة، برنامج التثقيف الإلكتروني، اعتماد هاشتاق التباعد حماية والكشف وقاية كشعار رسمي للفعالية، تعديل بوستر الليمون ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، الاتفاق مع مستشفى حضرموت على تشغيل جهاز الماموغرام مجانا، فعالية الكيرم
ختاماً، استطاعت كل هذه الفعاليات أن تصل لأكثر من 1,369,950 مستفيداً مباشراً وغير مباشر من فعاليات الشهر الوردي. لن ننتهي هنا، فالتحدي مستمر لنصل بتوعيتنا لأكبر قدر ممكن في المجتمع حتى نقي نساءنا من براثن هذا الداء الخطير. الجمع المبارك، الحفل الكريم. نبقى الآن مع كلمة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، يلقيها على حضراتكم الدكتور محمد صالح الجمحي، مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكل المحافظة قائد الأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة وأعضائه، والإخوة المدراء ورجال الأعمال ورؤساء ومدراء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والإخوة والأخوات الحضور جميعا، كلهم باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل لما تقدمه من خدمات من خدمة لعلاج مرضى السرطان في المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة لها، ونحن كمكتب الصحة نرحب بخدمة هذه المؤسسة، وسوف نقدم لهم كافة التسهيلات لما يمكنهم من أداء عملهم بشكل أفضل، وأيضا نبارك لهم افتتاح وحدة أمل دوعا لإعطاء العلاج الكيميائي لإعطاء العلاج الكيماوي وبتمويل من مؤسسة وادي دوعا للتنمية، وهذه الوحدة ستخفف معاناة المرضى وتنقلهم من الوادي إلى المكلا. وكان لنا الشرف الحضور الافتتاح، نتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت راعية هذا الاحتفال كلمة في هذه المسائية الاحتفالية الفرائحية، يلقيها على حضراتكم الدكتور أحمد سالم باصريح، وكيل محافظة حضرموت لشؤون المالية والإدارية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. سعيد جدا أن أكون في هذا اللقاء باسمي ونيابة عن الأخ المحافظ محافظة حضرموت لتدشين الحفل التكريمي لبرامج وفعاليات العام 2020 لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان من المؤسسات الرائدة والناجحة في المحافظة خلال العقد الذي مضى، وهذا شيء يشرف الكادر الذي يعمل في إطار المؤسسة وفي إطار السلطة المحلية. خففت هذه المؤسسة معاناة الكثير من الأفراد والأسر في إطار المحافظة وخارج المحافظة. لم يكن عام 2020 عام سهل في القطاع الصحي، فقد مرت العالم كله بجائحة كورونا، وكانت المرحلة صعبة جدا، ولكن استطاعت المؤسسة أن تحقق أهدافها وتحقق البرامج والفعاليات التي كانت في برامجها بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود من إدارة المؤسسة ومن الكادر ومن متطوعي مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. اليوم نجني ثمار عام من الجهد والعطاء بتكريم مجموعة من رموز كل من ساهم وشارك في هذا النجاح في البرامج والفعاليات المؤسسة. الشكر لإدارة مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، الشكر لجميع الموظفين والكادر الإداري والمتطوعين في المؤسسة، الشكر موصول لرئيسها المهندس عبد الله أحمد بوكشان، ونتمنى أن يكون عام 2021 عام نجاح وازدهار وتوفيق للمؤسسة ولجميع المؤسسات المجتمعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور أحمد سالم باصريح، وكيل محافظة حضرموت الشؤون المالية والإدارية. تفضل دكتور وليد البطاطي والدكتور عبد القادر بايزيد لفقرة التكريم. في البداية، تكريم من المؤسسة لمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية
اللواء الركن فريق سالمين البحسني، ويستلمها بالنيابة الدكتور أحمد سالم بصريح. التكريم لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، تفضل الأستاذ أحمد سالم بدروس نائب المدير العام. التكريم أيضا لمؤسسة العون للتنمية، تفضل الأستاذ عبد الله خادم قرحان. أيضا التكريم لمؤسسة صلة للتنمية، أحد ممثلي المؤسسة. أيضا التكريم لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، تفضل الدكتور محمد صالح الجمحي. التكريم أيضا للشركة العربية اليمنية لإسمنت المحدودة، مهندس وهيب العزب المدير التنفيذي للشركة. التكريم للمركز الوطني لعلاج الأورام بساحل حضرموت. المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت. مصنع المكلة لتعليب الأسماك الغويزي. مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، مهندس سالم باسمير. شركة النفط بساحل حضرموت، الأستاذ الإعلامي عمر عبد. المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، المهندس وهيب غانم. قطاع تلفزيون حضرموت، قطاع تلفزيون حضرموت، الأستاذ صلاح أحمد العماري مدير دائرة الأخبار بالقطاع. قناة حضرموت الفضائية، قناة حضرموت الفضائية، حسن بن سميدة عمر. شركة بروم للأسماك. مجموعة بن هلابي التجارية، الشيخ فارس بن هلابي. شركة بي ام سي المحضار. شركة بن دول للصرافة، الشيخ عبد الله بن دول. مؤسسة النور الخيرية. محمد باقحيري. محمد باقحيري. مؤسسة النور للتنمية، الأستاذ محمد باقحيري. محلات اليزيدي بلازا. إذاعة سلامتك اف ام، سالم بزهر. شركة أوزنور الإعلامية، شركة أوزنور الإعلامية، محمد سلمى.
المسرح الوطني بديوان محافظة حضرموت ومدير المسرح الأستاذ طارق علي باكثير. برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي. رابطة سند النسوية. ننتقل إلى فروع ومكاتب مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، شركاء النجاح، فرع سيئون. كل فرع ومكتب يتفضل الممثل عنهم. فرع سيئون. فرع شبوة. مكتب غيبة وزير. مكتب الشحر. مكتب الحامي. مكتب الديس الشرقية. مكتب دوعن. مكتب سا. مكتب سا. مكتب تريم. مكتب القطن. مكتب شيبان. أيضا التكريم للطبيب الشاعر أشرف باصليلي. والصورة مجلس الأمة شطيرة. أيضا نطلب من المكرمين ومجلس الأمناء تفضل بالصعود على خشبة المسرح في ختام هذا الحفل لالتقاط صورة تذكارية. المكرمين وأيضا أعضاء مجلس الأمناء المؤسسة صورة تذكارية، ومع هذه الصورة نودعكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا حتى الملتقى. تقبلوا الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.